سي الحبيب مرحبا بك. مرحبا بك اكثر. زرت البركه سيدي. عايش. سي الحبيب قوي صوتك. سي الحبيب منين جيتنا؟ ولاية بنزرت. ولاية بنزرت. مرحبا بك سي الحبيب. متزوج؟ متزوج. باهي. عندك ابناء؟ عندي ثلاث. ثلاثة ابناء. بنات ولاد؟ بنات. بنات سميهم لي. ملكة وملاك وازهر. ملكة وملاك وازهر. باهي. سي الحبيب تعرف برنامج هذا تتفرج فيه؟ نتفرج. عندك فكرة على البرنامج؟ حسب رأيك سي الحبيب شكون استدعاك الليلة؟ ساعه تخدم انت سي الحبيب؟ نخدم في الجامعة. في الجامعة؟ مؤذن في الجامعة. مؤذن في الجامعة بارك الله. في غادي في بنزرت؟ لا مغراوة. باهي صوتك في الأذان؟ ها؟ بارك الله تبارك الله. باهي سي الحبيب مانيش باش نعمل لك برشا سيسبانس. حسب رأيك شكون مستدعيك؟ يكون يا بنتي يا نسيبتي. يا بنتك؟ يا نسيبتي. علاش بنتك وأنا هي بنتك؟ الكبيرة. علاه؟ حسب رأيك؟ علاش؟ تكريم؟ الله أعلم ما نعرفش. معناتها جاية باش تكرمك؟ إي ما نعرفش، إي هذاك محبتهم عندي ما أكثر من متصور. أنا ما نعرفش. شنو في مخاهم ما نعرفش. باهي، ونسابك، علاش أنسابك قلت أنسابي؟ ها؟ علاش؟ هكا قلت ماشي. باهي شوف شكون صدعك. كان درت هكا ما نجيش. كان درت هكا ما نجيش. كان درت هكا ما تجيش. باهي صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. انت جاي لي انا ولا؟ نعرف. صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. انت تؤذن في الجامعه. نعرف. الله اكبر. علاش؟ علاش؟ الله اكبر الله اكبر. اي؟ كمل. الله اكبر الله اكبر. شنو لا اله الا الله لان محمد رسول الله. كنقول لك اش حكاوا لي الناس هذوما؟ ها نصمت. الناس هذوما ما قالوا فيك حتى جرام عيب. وني زاد ما نقول فهم حتى ها قديم لا عمري ما قلت فهم حتى لا 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 انا حبيت نشوفك حبيت نشوفك خاطر انت راجل صاحب مبدا فهمتني ولا لا خديت بنتهم عشت في وسطهم كانك ولدهم عملتهم بالمثل كانها ميمتك كانها اختك الاخرى فهمتني ولا لا اللي حكيوا عليك حاجه تفرح ياسر. يا عمري ما قلت فيهم حاجه عيب. ما تنجمش تقول فيهم حتى كيف حاجه عيب. عمري ما قلت فيهم وربي حاجه عيب. وربي يدوم العشره في الخير. نحن اش نحب؟ هما جاوا اليوم مش جاوا اليوم يلوموا يا حبيب. فيش يلوم. يلوموا. فيش. يلوموا عندهم زوز بنيات يتامى لهم امهم توفيت الله يرحمها وينعمها. والمراه معناتها هي في دار الحق واحنا في دار الباطل والكل فاني وانت تاذن في جامعه يا حبيبي وتعرف اللي الدنيا كلها فانيه كلها فانيه فارغ ونعم بالله ولا؟ نعرف البنيات ضاعوا بناتك الصغار هذوما زوز بنات يتامى وكذا قداش منها مماتهم وخالتهم وكذا وكذا فهمتني؟ دونك بلاصه البوم يعوضها حد من حقك انك تعاود حياتك من حقك ولكن يا حبيبي وخي إيه ني ضيعتهم ما ضيعتهمش. باهي خلي نسمعوا خالتهم تحب تحكي معك شوية ونتجاذب أطراف الحديث ويلزمنا الليلة نلقاو حل. بالأرسمية. هكا ولا حبوب؟ نعم. مريقلة؟ نعم. أي تفضل أميرة. عسلامة. عسلامة. عشت معانا خو مش نسيب. نعم. أمي كي تقول حبيب ما تعرفش كيفاش تخرجها. ما ضريناكش. وانتي ما ضريتناش هي ضريتني ما ضريتكمش اه انتي ما ضريتناش حتى نحنا ما ضريناكش اما الحاجه اللي في قلوبنا وغيظتنا كونك ملي عرست تبدلت ما تبدلتش تبدلت على بناتك لا والله لا تبدلت نساش نحكي معك احكي تبدلت مش معقول انا نجيب زوز بنات تبارك الله صبايا وردات وردات ما شاء الله نقول لهم يتعاركوا مع مرتبوهم ونقول لهم بروا باتوا بحث خوله لا ني قلت له بحث بحث خولة ضرب وجمعة يا حبيبي أنا خولة في عرس بلال ملك وملكة وين؟ في دار عمي حسن ولا لا؟ جمعة يقولوا لي ماشي لدار عزيزتي لا
نوصل. لا يا حبيب نوصلهم. هو وصل يا حبيب، راهي مغراوة قهوة على اليمين وقهوة على اليسار، نوصلهم. تحبوا تمشوا لعزيزتكم؟ هيا نوصلكم، مش بعيد راه، مش بعيد. نوصلهم هو، نوصلهم. بروباتو بحذا آية، شكوني آية؟ أنا آية، نقول أنا نهار قلت لهم شو قلت لهم جات بحذاهم آية، ما علينا في ذكر بنت شكون؟ إي بالطبيعة هما باش يقولوا لك بحذا آية، عمري ما نقول لهم بحذا آية. يعني يا حبيب توصلهم. نوصلهم صدقين، قداش مرة نوصلهم لداركم؟ يا يا أميرة ويا سي الحبيب، مش هذا النقاش. ما نوصلش بناتي وما نهزش بناتي. ميساش هو قال يحب يحب يوصل. لا 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 أنا تو باش نتكلم، وحبيب هذا خويا كيما أنت أختي. عايشك الله يعزك. فهمتني؟ بالنسبة لي أنا بناتي نراقبهم، بناتي نعطيهم الوقت، بناتي نعطيهم الحنية، وخاصة نقعد معاهم ونحكي معاهم ونناقشهم ونشوفهم خاخهم. يا حبيب راهو الإنسان كل عام قلب، خلي فما بالك بين الثانية والثانية. خلينا نكمل سي الحبيب وبعد أعطيني. عندك مسؤولية متاع البو، مسؤولية البو، لازم تعطيه وقت لبناتك، لازم تعطي وقت لبناتك تحكي لي حتى كلام، تعطيهم ساعة في النهار هذاك بتاعهم هما وحدهم. حتى لو كان تزوجت، مع كامل احترامي لزوجتك الجديدة، فهمني ولا تخرج منه البحث، هذوكم بناتك أنت. نعم. تقعد معاهم تشوف شنو ينقصهم، شنو زايدهم، عندهم شي حاجة، عندهم شي فكرة، عندهم شي مشروع، ثم شي حد تكلم بنتي، ثم شي خطيب في الثنية، ثم شي كذا. نقعد مع بناتي، أعملهم صحاب يا حبيب، ما كانش يفلتوا منك، راهم رزقك، راهو ربي سبحانه كاتبهم باسمك. نعرف هذا كلنا، وني نعرف شنو بناتي، شنو المحبة اللي نحبهم، المحبة لبناتي. المحبة فعلا يا حبيب. لا لا شنو؟ شنو ولا غالب؟ نحب بناتي، أما فما شكون يدورون في مخاخ؟ لا 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 لا. حبيب حبيب حبيب. ني نقول لك، ني نقول لك، ني بناتي ونعرف. حبيب. ني بناتي ونعرف. إش معناتها نحب بناتي؟ إش معناتها بو يحب بناته حبيب؟ اني بناتي باش ضيعتهم، انا ضيعتهم. لا 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 بنسمح لكش تو باش تقول لي تجاوبني على السؤال هذا. ما معنى نحب بناتي؟ ما هو مفهوم الحب سي الحبيب؟ يعني باقي واحد لو حب بناته، اني بناتي هذاك في عيني. اش معناتها بناتك في عينيك سي؟ ما حبوش يسكنوا بحذاي، حبوا يسكنوا قعدوا برا، تحبوا عند عزيزتك براحتك، تحبوا عندي نيش. اما ديما نراقب، ديما نمشي سي الحبيب. تعرفش قاعد تقول انت ولا؟ انت قاعد تقول انا بناتي نهز، فهمتني ولا؟ انا نهزهم بداية، فهمتني ولا؟ للمجهول. شنو يباتوا في دار فلان وفي دار فلان وفي دار فلتانة وانا نهز بداية؟ بناتي واش يبات البر؟ بناتي يباتوا تحت جناحي. انت مسؤول قدام ربي سي الحبيب، هذوكم جناحاتك. تصير لهم حاجة، لا تتحاسب خالتهم، لا تتحاسب مماتهم. انت المسؤول قدام ربي. المراه هذيك احبها واعدل معاها وما تذلهاش وما تضربهاش وما تهينهاش وما ما ما, ما تبركش عليها، سامحني في العباره، بناتك. حرام، ما تجيبهاش خديمه لبناتك زاد. حرام، حطها فوق راسك المراه هذيك خديتها. ولكن زاد بناتك يا سي العبيد. بناتي ما لوحتهمش، بناتي. ليه فيش لوحتهم بناتي؟ علاش ما حضرتش في خطبة بنتك سي الحبيب؟ ما عنيش، ما قالوليش. شنو ما قالوليش؟ ما قالوليش. لحظة أميرة. أميرة. قلت لي علمناه. هي أكثر من 30 مرة. الماخذة تجيها كيكة هي؟ لا. ما تجيش كيكة الماخذة. باهي تضرب. وعد عندها بنتها. يا حبيب سامحني. يعني أنت تو تحب تقول، يعني احنا أعطيناها قبل أنت ما تعلم. تحب هكا تقول. لا سامحني. سامحني عيش خويا حبيب. ملكة جاتني ضيفة. وانت تعرف بنتك اللي هي اعقل وحده في العالم. لا نعرف سمحني. نعرفها بنتي. جاتني جارتي بحذايا قالت لي راهو سفيان اللي هو هذايا راهو يعني كما نقولوا احنا شافها صدفه تلم البرة في الدار، قسما بالله العلي العظيم ترزى صحتي وعينيا من جنبي لا تحركتها. نعرف بنتي، نعرفها. اقسم بالله ما تقولي لي عليها. نعرف يعني انا كي بعثتها لي انت، مش انا باش نمشي نسيبها ولا باش نقولها بري ولا. لا ما قلتلكش انت، قلت لي سايب. انا قلتلكش ماني شاكله عليك انت سايبها. جاتني خالتي سيده قالت لي اميره راني نحب ملك لسفيان. قلت لها خالتي سيدة راني أنا خالتها، صحيح عندي شوية أما راهو بها هو الكل، حتى أمي مش بتهاش. أنا طلبتك على نمروك لقيته ما يمشيش. لا يمشي. سامحني، طلبتك على نمروك لقيته مسكر. قال لي ماهر ما تطلبيش، مادام يكلمكش ما تطلبيش باش نمشوا بالضبط. قلت له خزر لي هذا يا بوه، حتى حد من حين خشمه من وجهه
كلمتني ملكة في رمضان، ما روحت بها أول نهار في رمضان، تعدينا بالسيف سعم الحاكم كورونا والدنيا بالسيف تعدينا، شيعتها وروحت قلت لها ملكة أول فرصة تلقي فيها باباك قدامك تشديه وتحكي له، تحكي له تقولي له بابا راي هكا الحكاية وهكا الحكاية وهكا الحكاية. كلمتني قالت لي يا أميرة راني حكيت البابا وراو قالي تو نشوفه صحيح ولا غلط؟ اي صحيح. قلت له الله يسهل يرحم والديك. قبل اليوم قالت كل يوم تقول لي تو تكلمك أميرة اش يكلمك قسما بالله طلبتك، قسما بالله طلبتك لقيت تليفونك مسكر بعد ماكش في الجامعة نبت يمكن بعد قال لي ماهر يا اخي انا زاد راجل عندي راجل راهو يحكم زاد راني لحظه لهنا غلطه اميره انت اني قدر جعفر مرتضى ما سكراش لحظه سي الحبيب لهنا غلطه اميره ها باش نقول لك علاش غلط وهذا هي رايي الشخصي ونتحمل مسؤوليه انا راني هك ايه تطيح السماع الوطا يعلم تطيح نكمل اختي بربي بربي ما نعين خيط في ابره ما نعمل خطوبه إلا ما يعلم نمشيله للدار ندق عليه نمشيله بالحاكم نمشيله بالصلاب التكربيس سي الحبيب القصة تاقع وتاقع وراهم جايين باش يخطب الطفلة إيه يلزمو يعلم كي نقول له من حاجة سي جعفر أكس على ذلك كيفاش واحد فرحت بنت بنت يستنى فيها باش جعفر جعفر بيه وانت تعملوا هكاكا وعملوا هكاكا لا لا ما عملتوا شيء انتوما بس انا ما عملنا شيء كلمات وقالت له يا بابا راهم باش يجوا بعد العيد يمكن بثلاثه ولا باربع ايام هاي شباب قالت له يجي ثلاثه مرات وراي تقولي وين تقول له تقولي انتم انتم ما عملتوا شيء لا لحد هذايا كانوا باش يجوا لحد اللي قبل ما صارت فازا ما جاوش جاوا لحد هذايا وتقعدت تعلم فيه يا بابا يا بابا يا بابا علاش يركب فيها علاش كريتها نهار خطبتها مش خطبه اش بيني كي نتعدى هاني قلت نتعدى اش بيها ما اخش بينا احنا متعاركين على واحد اش بيها ما تنجمش تقول لحبيب راه فما عندك خطبه بنت يا حبيبي اش تقول لها بنتك وقالت لك يا حبيب يا سي الحبيب هاي قالت لك مش نجيش يا جعفر وين مش نمشي جا مشات لي قدام نمشي يا اميره انتم لهنا غالطين باش نحط كرسي في الشارع ونقعد لحظه هما ما كلموني سي الحبيب لحظه لهنا لا تقول لي الطفله لا تقول لي حتى حد لهنا الكبار اللعب الكل الفوق لهنا الكبار وباش ندخل مثلا هاي هاي لهنا ينجم يكون راجلك مثلا اسمعيني يا اميره ميسيش بابا اسمعيني لهنا ينجم يكون راجلك فهمتني ولا يهز تليفون ولا يمشي له يدق عليه ولا يقابله في الواحد ولا يمشي له للجامع ولا وين هو تعرفوا بلاصته تكبروا به الراجل هذه بنته احنا مانيش مقللين منه لا 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 يمكن نيتي امي قالت ما يكلمنيش ما نكلموش امي بعثت له مع مرت خوه قداش من مره نكلمها قداش من مره نكلمها امك ومن بعد انت تعرض لي نمشي بنيتي حاجة فاطمه انت تبني نمشي بنيتي وانت ما تمشي بنيتك سي الحبيب لحظه حاجة فاطمه انت مراه تفهمي في الواجب اللي صار تو صحيح انا نكلمه هو يكلمني قبل رمضان جاني وزاز لي حتى للبيت ووقف على الدكانه قال لي فاطمه سلفني 20000 زوزت للبيت ومديت ال 20000 او يصنط مانيش بكذابه ميت الحنانة ويدلل لا ما قلتلكش لا يدلل وخرج يوم تنغدو خزرت لما تكلمنيش انا مش نرجع نكلمه ليه ما كلمتكش فاطمه ليه ما تكلمنيش تتعدى انت في العيد نهار العيد بالضبط عديت لامك تقولي عيدك مبروك مرا كبيره قدامك قاعده في العيد تقريبا ماهيش بالفلوس ما دامني قداش مره نكلمكم قداش مره نكلمكم ما عيطش عليك باه سامح سامح سي الحبيب انا جايك انا جايك ما عيطش عليك انا دامت يا حاجه فاطمه سؤالي واضح عيد عليك ما عيطش عليا لحظه لحظه حبيب وخي ما كلمونيش هما يعني قداش مره نكلمهم ويعاودوا يكلموا لا لا باه سامح شجاع امير امير انت علاش ما تكلمنيش اش عملت لك ني عملت لك شي حاجه لا ما عملت لها شيء انت ما عملت لها شيء لحظه عاد ما تكلمنيش واحد اما خليني انا ما عملت لها شيء وهي ما عملت لك شيء ما عملت لي شيء باهي لحظه عاد بفسر لك عاد انت كيفاش ما تعيطش على امك هذيك نعرف والله امي هذيك لا 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 تعرفني ربي جاوبني على السؤال هذا انت علاش ما تعيطش على امك هذيك مرة مشويه على بنتها نعرف هذا كله نعرف اسمعني جاوبني على السؤال هذا كما هم يكلموني جاي نكلمهم نعاود لحظه السؤال سامي انت علاش ما تعيدش على امك هذيك هلا غالب قلت ما كلمني ما كلمونيش قلت ندم على ما كلمونيش يا حبيبي هذه امك امي نعرف هذيك امي بالحق امي على راس عيني ما ثمش خشب هذه ميمتك الحنانه ماء وملح وقشره ومشويه على بنيتها وتربي في تامة تربي في اليتامى راهو يزرعوا لها تاج وقراصها المراه هذيك سيبني من امير يا خويا ما تهضمش اميره واميره ما تعيدش عليها وما عادش تسلم عليها وما عادش تشوفها المراه هذيك المرأة هذيك تجراسنا المرأة هذيك تربي في اليتامى
تربي لك في بناتك يا حبيب. ني مشيش معاهم بالعيب سي جعفر. ودي قلت لك مش عيب. ني لا يعرفوني ني شنو. تو انت مرة ما تعيطش عليها تحب تعيط عليك ولا تتكلمك بالتليفون. تصور تعملها مع امك. ما تعيطش على امك. والمرة ظاهرة نفس مومنا. وظاهرة حسبتك ولدها ولدها. اقسم بالله حكيت لي كان البي. والله يا حبيب تحكي عليك كيف البي. وني زاد عمري ما حكيت عليها بالخي ديما نشكر فيه الحق فما رب. باهي بنتك تخطبت السي الحبيب. تخطبت. ان شاء الله مبروك ان شاء الله ربي يهني. بارك فيك. اجاو نعملوا صفحه جديده، شنو المطلوب الاميره؟ مطلوب سي جعفر ملك ومالك. حاجتنا بحد شيء. سي جعفر. حاجه فاطمه شو مطلوب؟ نهار اللي جاي الخاطب تكلم ياسين خوه، جبت خوه ومرت خوه، انا ما تكلمتش. ما فهمتش. حطينا خوه في عوضه هو. جبت ياسين خوه ياسين، جبت ياسين كلمت شكري شكري قال لي نخدم ما نجمش نجي. كلمت ياسين ومرته جاوني ثم وياسين اللي تكلم. وعطيه البني. ما تجيش. عم. كيفاش يتي مثل الام ويكمل عليها هو يقهرها علاش؟ ما توصلنيش ليا انا يا سيدي انا خايب. سمع. انتم هم اللي قهرتوني. انتم هم اللي قهرتوني. سلوى خايب وامي خايبة. اخزر الملكة. إيجا أوقف واسأل على الطفل نعطيك اسم ولا قبو اسم. أنا من محبة بناتي شنو تي أنا الطفل ما نعرفوش. تي أنا الطفل ما نعرفوش. إيجا أحضر واسأل. أما تجيش الخطبة كيك سي جعفر. عمرها ما تجي الخطبة كيك. امشيلهم قول لهم ستوب. إيه يرحم والديك. حب ولادي أنا. ستوب. شنو خطبة شكون؟ ما ثماش خطبة. هاياك هاو. الحب سي الحبيب. الحب فعل فعل. ما ثمش خطبة، أنا مسؤول قدام ربي. بنتي ما تخطبش. حتى نسأل، لحظة، حتى نسأل على الطفل شكونه. يرحم والديك. هذايا. تهزلها قيمتها وتهزلها راسها. مش لا أنا ما في باليش وشكارة والبحر، أنت المسؤول لوحدك راهو. تهزلها راسها. تعرف علاش نحكي معك هكا سي الحبيب؟ خاطرك نفس مؤمنة محلاك. أنت مولا الفرح ما يستدعوكش يا سي الحبيب. أنت تهز مرتك، مرتك هذيك اللي هي زادة في مقام أمهم. وياما نساء تزوجوا فهمني ولا المراه الاولانيه توفيت ولا فهمني ولا وعاملت الابناء بمعامله جميله جدا ومرتك هي غايبه هي تو مش معانا ولكن مرتك زادت تمشي شنو لك انا يا ولدي احنا ما قلناش لا ولا انت ايجا وطالب بحقك يا خويا قول لهم هذيك بنتي انا انا نعطيها وانا تقول بلحظه ولدي بنتي ما نعطيهاش للطفل هذاك هكا هاو وما يكلمك حد وما يحوزك حد بنتك ما تخليهاش دموعها دم هابطين علاش؟ وفي العيد زاد عمل حاجه ماهيش باهيه بعد اذنكم من الناس الكل. اعطاه الفلوس لبنته الصغيره وبنته الكبيره لا، لا. عندي 10,000 خمسه لهذي وخمسه لهذي، عندي دينار 500 لهذي و500 لهذي. سامحني حبيبي سامحني هز ملاك سامحني حبيبي هز ملاك للحانوت خبزه ملاوي قازوزه تدخل البيت تاكلهم بالسرقه والكبير. وماش باهي ما تعطيهاش ممكن؟ لا مش قلت لا خويا جعفر لا في العيد عطاه الملاك 150 دينار سي العبيد قالها اكسي روحك والكبيره صدقني الاثنين صدقني سي جعفر الاثنين لا نخاي لا هذه لا هذه علاش في العيد؟ اقصد الملكه حتى كي كانت تخدم في المعمله وني دخلت المعمل ونصرف عليه يا حبيب انا مانيش ضد علاش الفازه هذه عملتها في العيد علاش؟ هذاك هو ما عندناش في الجيش مزور سامحني انا مانيش ضد جعفر ما عندناش كلمتين اللي عطوهم لنا بالوحده جات الغشي لا سامحني حبيبي انت عطيت الملك 150 وملك نقسمهم فزريلي وين 150 نقسمهم وين 150 قالت لي بابا اعطاني 150 نقسمهم انا نعطي 75 هذه و75 هذه ما كملوهمش احنا نكملوهمش راه جات لعزيزتي ولا خالت يا ولدي خالت تشري لعزيزتها انا مش نتدخل تو خالت تشري لعزيزتها ولدي تشري ستوب 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 مولا موضوع الليلة اي 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 ملا حلقة الليلة يا سي الحبيب نعلمك نعلمك لو كان تشري لها اللويز مماتها والديامونت وتغطسها ترنخها من شوش تراسها الاسبوع الساقة ذهب ما يجوش قدام شلاكة بالصباع جابها لها ابوها نعرف هذا كل نعرف يا سي الحبيب نعلمك اللي انت عملت من اكبر الاخطاء في الحياه تجاه الابناء 150 دينار 75 75 كي تبدا الاخرى لهنا بالفلوس هذوك من عند باها تحكي لي حتى تحكي في المجال هذا رجاء والعائلات اللي يتفرجوا فينا كي يبدو 2000 فرنك دينار 500 مليم اقسم
خاطر يأثر ويدمر النفسية. ديما ديما نعدم على البنات كيما ملك كيما ملك كيف كيف بناتي زوج. هي المرة هذه غلطت غلطت المرة هذه. اقسم اقسم. أنت عن غير قصد أنت على حسن نية. أنت عرفت قلت قلت تو الكبيرة مدلتها مماتها وراهي عندها خلي نود الصغيرة هذه حسب كيفاش خممت أنت. أما غلط. لا لا نعطي الزوز كيف كيف فهمني ولا ومماتها بحياة راس مماتها إن شاء الله ربي يحفظها. باهي شنو المطلوب؟ المطلوب باب الغالي ترجع وليداتك ثقتك كما قبل خاطر ملكة تو تقول لها باباك تولي تبكي ما تقولش راي الكلمة العيب أما دموعها تهبط أنت تقول حبيب ودموعها تهبط علاش؟ ما فرحهاش حضرش في فرحتها اللي هي ذيك فرح أنت يا بابا أحضر وقول راهو طفل مش عاجبني ما يكلمك حد صحيح أحضر وقول راهو طفل مش عاجبني نحب نسأل عليك يا بابا عيب ما قلتوش عيب ما قلتوش عيب محلاك أميرة محلاك الله يبارك لك عايشة محلاك محلاك معناتها مدافعة شرسة وفاهمة الوضعية والحاجة فاطمة زادة رزينة وثابتة وهو حبيب زادة الله يبارك نفس مؤمنة وربي يبارك له ماهوش خايب باهي سي الحبيب توا ملكة بنتك ملكة ما هي الكبيرة ملكة ملكة الكبيرة ملكة الكبيرة الليلة تتفرج فيك أنا هي الكاميرا سيدي هذيك باش تغزل الكاميرا هذيك فهمني ولا هاك تشعل بالأحمر تغزل الكاميرا هذيك وتتوجه بالكلام الملكة بنتك الليلة خلي نكرموها الطفلة هذه اللي نفسيتها تعبت نحكيه على زوز بنتي تاما وانا نوعدك سي الحبيب لحظة خلينا نكمل ليلة اثنين كيف كيف لا باهي زوز كيف كيف طويك نبداو بملكة لو كان جاتك الفرصة اليوم باش تخاطب بناتك نبداو بملكة باش تعبر على قصة حبك لبنتك ملكة هيك الكاميرا شنو تقولها؟ تسمع فيك وتتفرج فيك هي تو. الكلام هذا لا هي وحدها. خم ملكة شبيني انا نكرهها ما نكرهاش كيف كيف كيما ملكة كيما ملك. هذيك بنتي. احكي معها هي. اي نعرف نحكي معها هي. اللي ما نكرهاش شبيني نكرهها ملكة. ما تعرفش تقول كلام حب لبنتك سي حبيبي. يا اخي نحبها ما انا ما نحبهاش. قولها لها قولها لها. اي نحبها ملكة. لا مش نحبها خطبها هي ديريكت سي الحبيب. خطبها هي ديريكت. مش الحكايه راهي مش حكايه حب كنا نحبوا ابنائنا لحظه خطبها هي ديريكت قول لها ما عادش نخليك اي نعم ما عادش نخليك سي الحبيب سي الحبيب مش كون السند وما عادش نخليك وانت قويه فهمني ولا بطبيعتك اما مليون بكر رجع لك وباش نقف لك وباش باللي موجود الكاميرا مقابلتك سي الحبيب باش نوقف معاها ونساعدها مانيش نخلي بنتيني كيما هيك يا اخت صفحة جديدة إن شاء الله بي هاك دونك متفقين حاجة فاطمة عندك حاجة أخرى تحب تقولها ها هاي أميرة ها أميرة تكلم إيش سمع كاو خويا جعفر ها كاو يتلهى ببناته ثمني ولا يقفلهم يعطيهم الوقت يوميا تعطيهم الوقت بناتك تسأل عليهم شنو نقصهم شنو زايدهم بناتك هذوكم فهمني ولا خلني بناتي نعرف بناتي مانيش ملوحه انا بناتي حاجه فاطمه بناتي مانيش ملوحه حاجه فاطمه الطبيب ينبه عليها لا عاد لا تعول لا تعمل طابونه لا تعمل حتى شيء حتى شيء ما تعمل عندها الدم عندها شحم في الدم ضغط القلب الزايده عندها الامراض الكل الطبيب منبه عليها الطابونه والعوله لا خاطر العوله كي تعمل بالملح عندها الدم حاجه فاطمه انا جاي شوف السميد في ايديها تو جبتها من القصح تخدم باش تزهز ملكه قلت لها ما تمشيش تخدمي قالت لي كي انا ما نمشيش نخدم شكون شي يزهزها كي انا ما نمشيش نخدم شكون شي يشري لها اللي يقولها عزيزتك وخالاتك اعدائي عمرنا ما كنا اعداء واحنا ما نكرهوش راه اما اللي يضر ملكه وملاك فيني علي عباره قالتها متاع ما دردرتها دردرت ما عادش تصلي شو تصلي يعني بحاجه باهي خالات امانه واللي ما يستحفظش على الامانه بلاش به خير انا كرهم قلبي ياه بالدم قولوا وقتاش هزيت ملكه وملكه مشيت للجبانه قلت لهم هاي الرحم على امكم وقتاش هزيت ملكه قلت لهم مره نقول وقتاش ما يمشوش وقتاش مشيت زرت ها وقتاش نمشي في العيد في العيد الصغير برك مشيت باه ومع بناتك ما لازم يحسوه ناو ملك ملك نهز اما ملكه ديما ساعات تقول لي قال لي الغدوه ساعات ما تحبش يمشي قلتش مره نهز نهزم الزوز ونمشي ها وسلم زاد اما هم هما بالطبيعه باش يقول لك لا 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 يهزم لا يدور بهم لا حتى شيء ني هذاكم بناتي في عيني به به
ويعرفوا محبة بناتي شنواني. باهي سي الحبيب، سي الحبيب انت زاد باهي وطيب. ني يغزر لي مش نعرف باهي وطيب، ني الله ني كاري 220 ونخلص في 300 ونخدم. سي الحبيب ما تطلبوش فلوس. نعرف نعرف، هما طالبين وقفتك. خويا هذوما عائلة أصيلة، هذوما استدعاوك الليلة. راهو اليوم، راهو اليوم التوانسة الكل فرحانين بالحلقة هذه، خاطر أنت طيب، أنت باهي، أنت رجل باهي، قالوا فيك كلام باهي ياسر. أنت أنت رغم اللي قاوموك قالوك ما تاخذهاش وما تعملش وما كذا، قلت لا نحبها باش ناخذها، حبة من حبة وكاري من كاري، قالوه. فهمني باش نحكي؟ فهمت. هما طلبوا منك توا حاجة، اقفل بلاتك هاو. سؤال أخير، علاقة مرتك الجديدة ببناتك باهية؟ باهية باهية. إيش معناتها باهية؟ أنت ما تمهميها سي العبيد. لا تمهميها لا حتى. ما يتفهموش، ما يتفهموش هذيك هي. شنو تتنرفز شوية وكسع وكسع ومن بعد يا طرش. شكون تتنرفز شوية؟ باهية معاه الطيب لها التقدير. أما بناتي، بناتي حرشوا فيها سي جعفر. نقولها بصراحة، بناتي حرشوا فيها. طيب. يبدو بحذايا، يبدو بحذايا. كانوا يبدو بحذايا لاباس عليه، لكن مشوا لعزيزاتهم ويرجعوا ولا يتبدلوا نص اخر. مرتك موجوده؟ ها؟ مرتك موجوده لهنا؟ ايه. باهي قولي لي تحب تدخل تفضلي. عملوا المشوار للحمام، هزت لهم حوايجهم الكل وخلتهم عريانين وقطعتهم. ملكه شرت سروال من المعمل ب 60 دينار، قصت لها قصت لها رجل وخلت لها رجل، ومازال السروال للتو ونجيب لك ملكه واسالها كانت تقول اميره تكذب. في العيد، في العيد الكبير العلوش ممدود ملاك حطت ايدها باش تقص لحمه، قالت لها يعطيك قصره. هو حبها راهو، مش انا ما حبيتش نجبدوا الموضوع هذا. هو حب قصت لها حوايجها؟ اي قصت لها رجل نتاع السروال وخلت لها رجل برجل. وجهك مغطي مدى بطلب منك انت. علاقة بنت راجلك، علاقة بنت راجلك ماهيش علاقة، ماهيش علاقة باهي. وهذايا راهو احنا ما نشرعوش مش بالسيف تحبوا بعضكم راهو، فهمتني؟ ينجموا يكونوا هما عملوا معاك الخايب، أنت زادة رديتي فعل، وإلا أنت عملتي فعل، هما عملوا ردة فعل. بيه. احنا ما نحكموش على الناس. باهي نحكي؟ تفضل. هي نحكي؟ هي باهي. أنا المرأة المرحومة الله يرحمها ما عنديش حتى ذنب. كيف؟ الله يرحمه وينعمها بيه. الله يرحمه، ما عندي حتى ذنب. وهو الله يسامحه راجلي ما حكاليش على المشاكل اللي بينه وبين حماته. بقي ما نوصلش للموضوع هذا. أنا كعرق جوني هو البنات وموافقين على الخطبة والأمور واضحة وما عندي حتى قلق بينه وبينه. بعد تقلبت الآية جي بحذايا واحنا مخطوبين، بنتها تهز التليفون ما تخلي ما تقولي، وهو يسمع ليه كلمة الحق وهو يسكت. تكلمني اسمع تقول راو حطي عينك في السماء ما تروحيش البابا مخبي على دارنا وساكتة. للي نهار كتبت صداق في رمضان وروحت، روحت على اساس باش نسكت الناس الكل. هم يتامى ما عندهم حتى ذنب. انا امي تربت يتيمة، شنو المشكله؟ ما ثم حتى اشكاليه. واللي عملته انا معاهم اقسم بالله العظيم. تكوني انت امهم. باهي لحظه، نهار اللي روحت بدبشي ما خلتنيش ندخل. دبشي لوحولي حرقولي حوايجي. ابسط حاجه شنو نحكي؟ شكون حرقولك حوايجك؟ البنات ملابس داخليه نتاعي ما خلوا لي حتى قطعه. جاني ميساج يجي هزي دبشك رانا باش نحرقولك دبشك، ووريته الميساج. بناته هو؟ ايه بنته الكبيره ملك وبنت خالتها استدعي بنت عمها، استدعي بنت عمها وتقول لك كل شيء. مدام ليش تذكر اسمك؟ لحظة مدام، لحظة مدام، لحظة مدام، اسمع اسمع، احنا ما نشرعوش للي قلتوا انت تو لو كان وصار ما يصيرش، ما يصيرش. اما هي ردة فعل بتاع زوز صغار يتامى جابوا مراه في بلاصة امهم. باهي فهمتي ولا فهمتي شنو نحكي ولا ردة فعل عفوية. سمحني، أبار الحاجات هذي الكل عديتها
اقسم بالله هو ما يكلمهاش. يعطيك الصحة. قعدت في السبيطار ان شاء الله ربي يشفيها. ونحاول فيه انا وجيرين امشي طل عليها في السبيطار. هو يسب طل عليه انسى المشاكل الكل. سبحان الله المصارم في الكرش تتعارك، العالم الكل فيه مشاكل. مش نقول لك احنا خلين المشاكل كنا مشاكل، ام مشاكل من مشاكل ربي. احنا شنو يدينا؟ دين الرحمه، دين الاسلام. قلت له برا امشي طلع عليه، قال لي بيه. قنعته دارهم قالوا له ليه اخته هاس اخته انا تو ما كلمونيش دارهم على خاطر انا دقيت الباب وهزيت حبيبه ودخلته لامي فاطمه وفي هي في بالها هزوا خشم. هم ما كلمونيش كيفاش تهز حبيبه وتدخلي وكنا صفاء الامور واضحه. به به اميره المراه زاده زواليه، معناتها المراه شنو ذنبها في جانب اخر؟ حكي الناس تتفرج خاطر بوبلي المراه هذه زاده دخلت على من حقها تتزوج وتزوجت. احنا ما كناش ليش اي لا نعرف. وريت وقت اللي هي دزت الباب على امي وعلى دخلت امي دخلتها بنية كي تكلمني امل طيبت لي الكسكسي، امل عملت لي ماناش خايبين راهو خايبين، اما هي عملت في ملكه ومالك. اي به نتجوز هما صغار سي جعفور. انا ما عادش نكلمها لجال بناتي. احنا عندنا قطعت لهم حوايجهم، عرضت لك جهرم للحمام، عرضت لك جهرم حوايجهم الحمام وكلت لهم عليه. لحظه عرضت لك جهرم. اسمعني جعفر، انا عندي بنتي مليكه عام ونص. ان شاء الله كان انا عملت اللي قالوه هما ياخذوه من لحم قدام ربي والله اللي يوصلني الى الدار. ما فكيت لهمش حوايجهم في الحمام؟ ما جاتكش ملكه يا حبيبي. لحظه سي جعفر، انا باش نحكي حكايه كيفاش حوايج الحمام. ولو انه انا ما نحبش ما ندخلش في الحمام ويا بربي خلنا نحكي بربي. لحظه مدام لحظه اسمعني، تنجم زاده الاخرى مثلا البنيه مثلا زادت عليها شويه هذه زاد. اسمعني اسمعني اسمعني، راهو حل الشره تلقى خيط. طيب من الاخر بالكل احنا تو همنا حبيناش نجبد احنا تو همنا الزوز بنيات. المراه هذه المتزوجه زاده جات بين المطرقه والسندان بين هذا وهذا وعنده بنات وكذا وماش سهلة. راه انا من قوت ولا من وقتاش البنات عندي كلمتاش قلت له جيب لهم اعطيهم ما نكلمهاش. احنا نحبوا هو يوقف معاهم هما. وفين الموضوع هيك؟ وفين الموضوع مدام؟ نعم شنو غير ما تدخل روحها هي. قلت لك من قوت، ماهوش من قوت، ماهوش من قوت. بنته الكبيره كانت عند عزيزتها، علاش هربت؟ علاش هربت؟ جات شبيكي مولك؟ شبيكي شو عملت لك عزيزتك؟ قالت لي ليه أنا نخدم وهي تفك لي في فلوسي وشهريتي الكل. أنت تجب تكون قصد خير أنه البوه. لحظة مدام لحظة خلنا نسكر. أنك تكون قصد خير أنه البوه هدايا. لحظة بربي خلي خلي أتكلم. أنه تكون قصد خير أنه البوه هدايا يرجع لبنياته ويمشي لبنياته ويقعد مع بناته. يا سي جعفر أنا ما عنديش حتى إشكالية بنات هي دي. ما عنده حتى إشكالية به يكا. لا لا باش نخدم. نسأل فرحك نسألها سؤال برك. هي بقات عند أمي تخدم عامين. شكون؟ هي ملكك بقات عند أمي تخدم عامين. إجي نوريك زهازها. قول لك هي خدمت عندك أنت روحت لك أنت وخدمت عندك عام وريني زهازها. اللي تقول فاطمة تاكلها في فلوسها. أي جاوبني على هذايا برك. يا أميرة مش أنا قول يا سامحيني مش أنا قول أنا قلت لها أنت تحكوا لعبادك. مرة جاي عم محمود يدق في الباب على أمي فاطمة حرام عليك عمرتك خسارة. جاي عم حبيبي يدق الباب على أمي عمرتك حرام خسارة. علاش؟ تحكي للعباد أنت بفمك قلتي فاطمة كلت فلوس ملكة. علاش يا أمل علاش؟ أنا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هاتي اللي قال لك هاتي والله يا غلط. يزيدوا العباد يا أميرة يا أميرة يا أميرة يا أميرة. بربي لحظة عند ربي لحظة يا أميرة. أنا ماهوش موضوع يا أختي يا مدام 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 ماهوش يا أميرة أميرة أختي ماهوش موضوعنا. العباد تزيد وباش تكبر هاي تصفيوا قلوبكم الليلة يا جعفر. تصفيوا يا مدام نحكي مع راسك. ما عندي حتى مدام اخرج منها مدام. سي الحبيب تصفي قلبك الليلة ان شاء الله. نقفوا مدام نقفوا. اقف اميره اقف حاجه اقف سي الحبيب. سي الحبيب على الاساس نتاع الليله وقدام التوانسه الكل قدام ربي سبحانه وما عظم شانه فهمني ولا مليون صفحه جديده. انت ظاهر ناس طيبه ونفس مؤمنه وما قالوا فيك كان الباهي خويا فهمني ومن حق تعاود حياتك ولكن يلزمك تعدل. سي الحبيب وخي نحكي معاك راهو انا بيدي نهز ونسبط في حياتي معناتها ما نجمش نعدل. تتلهى ببنياتك وتعطيهم الوقت اللي يتطلب وتقف مع بنتك في الخطبه لا اكثر ولا اقل. موافق سي الحبيب؟ جاف نحكي؟ اي شو تحكي؟ لا باش نسكروا تو. اي نحكي؟ اي انا
يحكي هو جاي سمع ما عند العبيد في القهوة حس ما يحكي لي هو راه ما دام انا جوج بطير انتهى الموضوع ليلى لا هو قال ما نمشيش يا جعفر قال لي ما نمشيش للخطبة قلت له انا تمشي وبالصيف عليك قلت لك تمشي ولا لا هاك جيراني كاري اسالهم هبطت لخالتي فيزا قلت لها بالله اطلعي معايا وكيفاش ما يمشيش قلت له بنتك امشي لها اوبليجي عليك تمشي لبنتك قال لي لا ما نكلمهمش فاهم مدام واضح مدام يتحل الاساس على الاساس هذا يهتم ببناته لا اكثر لا اقل واضح ها واضح نحلوا الجواب هذا يا خويا ويعامل ويعامل الكبيره كيما الصغيره ما كانش نمشي نكتبوهم لينا نحكي كي الكبيره كي الصغيره يعني كيف لا كيف لا لا ولا كيف لا. صفحة جديدة صفحة جديدة من غير بناتي باهي حبوب صفحة جديدة اتفقنا ان شاء الله هاي خويا تفضل سي الحبيب تفضل مدام تفضل ايجي الحاج فاطمه الحمد لله كبرونا صعبك الحاج هاي حاج جاي هاي هاي صليوا على النبي الحمد لله هذه كميمتك عايشك هاي سلم عليهم هادي ونفوس هاي 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 صحيح اسمح لي نفوس فاطمه نقول لك حاجه العبيد رحم الله حسبي الله ونعم الوكيل وانا كان قلت فيك كلمه يا اخي ما يعرفوني نيشنو ها هي مرنا قلنا فيك كان الخير قلنا فيك وجود قلنيش مازلنا عليك لا يحبوك ولا يحبوك والله يحبوك بالله العظيم يحبوك ويا ما ناس دمرت عائلات من هالزن الكلام وجيت لي بعد سي الحبيب نكمل الكلام ما مشيتش من بعد جاني من بعد ندمت انت ندمت مشيتش في العيد ما مشيتش في الخطبه ولا العيد هذه ميتك نعرف هذيك انا من داخل تحبك على الاخر ونعطيك حاجه اخرى وتشم عليك فرحه المرحومه سامحني جعفر ايه. ريت هذايا ايه. خير من أم من الاخر هذي أمي فاطمة خير من عائلته بطلت الطفلة ديمت علي للدار ومشيت له ها هو بالحق أمي فاطمة خير من عائلته أول مرة والله مرة كل عيدنا عايدة له جاني سي جعفر تسمعني سي جعفر شقال لي قال لي شنو تشكي بيك تشكي بيا قلت له تو برا جيب الحاكم استني سعد من مرمدك ونعطيك تشوف والله يا سي جعفر قلت ليش نعطيك ساعه كفوف برد فيك سمي وبرا اشكي وقول فاطمه ضربت انا مش نكون نضرب خويا ان شاء الله ربي ليك الراه ملكه تبكي لا ناكل لا نذول هكا منين نبكي به اسمعني احنا علاش ما نعملوش خطوبه على على قاعده صحيحه تو مازال في العيد الكبير باش نعمل لها قريه فاتحه اه قريه فاتحه وهذا عاد نجي انا نجي مرحبا والله نجي والله نجيك ايش لي ولدي؟ ايش لي ولدي؟ اه عايشك صحيح والله لما نجي مرحبا فاتحه وكذا خوها انا فهمتني ولا والنبي مولاك وشنو زهزتوا لها ولا مازال؟ مازال ثاني زهزت عندها هي عندها هي شريت لها سيرفيس الفطور شريت لها ما عندها شيء تو شريت لها بس لحظه لحظه بس تفضل اسمعني تو لا عندها لا شيء ما عندها شيء لا تقولوا ما عندهاش خاطر الناس يتفرجوا فينا واحد باش نشمعوا الامور باش نقولوا هي نزهزوا لها اي اسكت اسكت ما عندهاش فهمتي ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش على الكاميرا انت نجي من شوي ما عندهاش ما عندها لا زاز لا شيء ما عندهاش صحيت ما عندهاش شيء صحيت فرد ملك انا ملك ما عندهمش حتى ولا حتى ملك تحبي حتى ملك حتى الحوايج اللي انت لبستهم ما عندهمش به لا تلفزه لا تلفزه لا عندي لا غاز لا غاز لا شيء لا خويا جعفر حاجه برك هي بطلت مش على اساس بطلت هي ذرحيه شوي على اساس على الخدمه نتاعها شي ذرحيه ذرحيه شويه فيسبوك تصهر لا اعطيني الكلمه دي خلي الساده المشاهدين ذرحيه اسمها ذرحيه ذرحه يعني انسان ذارح يعني بخليه بخليه يرحم ولدي تكلموا بالواحد بالله عليكم تفضل بخليه تفضل نبقوا محلقين في وسط باب الدار هاكم ولدك تكون انت قاصده صغيره انك ترجعت اختي والله والله في الختمين هي تخزيت هزتها امي الجمعه اللي فاتت ما حبوش يقبلوها نعم نستقبل الان الحاجه فاطمه تفضل هزيتها انا المعمل الختمين مش راجعها المعمل ذرحيه شويه هي هي تثبت في التليفون تصبح راقده هذه الكبيره الكبيره وزيد الصدمه نتاع امها هي مخلط مخلط شوي من ربي شوي من قطره الزيتون قطره الزيتون هذا قطره هذا قطره الزيتون حتى هذه زوالية مش والله زوالية اقسم بالله بخلنا نفصل نرجعوا للي خاطر يتفرجوا فينا نرجعوا للزهاز مش نلموا تو نبدوا نلموا الزهاز ما عندها شيء زهاز ما عندها شيء ما عندها وجه كان وجه ربي عندها كان وجه ربي اش خليتي ترجعها تخدم رجعها تخدم ما عندهاش زهاز الجمله ما عندهاش شنو هو الزهاز؟ الزهاز سربيس سربيس كوجينا البيت النوم للصالة كوجينا البيت النوم البيت اللي ما عندها شيء لبستها لغطاها الفريشه ما عندي حتى كعب ما عندها شيء
وانا ماندا ناخذ فيها 180 ها؟ هاك الماندا بتاع 180 لحظة اصبر الوليد باهي الوليد باهي الوليد مالي منه يدي باهي مالي منه باهي تشوفوا انت ها صحيت ما عندهاش زيز طفلة ما عندهاش زيز ان شاء الله مشاهدين فهموا روحهم ما عندهاش زيز انا باش نعمل دعوة الان الى السادة المشاهدين حملة اسمها زهزو ملكة زهزو اخواتنا فهمني هي يتيمة فهمني هي ما تستاهلش حاملة انت وحدك واحد من الناس يقول انا اخويا يبيع زهز العروسه واحد يبيع في الزهازات تاع العروس واحد الكتروميناجي مثلا فهمني ولا يقول انا نعطيه التلفزه وانا نعطيه كذا وانا نعطيه كذا فهمني ولا والاخر الزهاز وشوفوا سيغي كان ثم زاد ان شاء الله والله ما عندها تكلمي في بلاصتي والله ما تكلمي تنبطل انا برنامج مش تكلمي ما عندهاش ان شاء الله والله شوف فهمتني انا حبيت نوفل الحلقه هذه بالكيفيه هذه وبحول الله بحول الله باش نسعى انه نزهزوها ونشوفوا له فهمني ولا دوروا لي هكا باش نعملوا باش نعملوا عرس وجو فهمني ولا وحاجه اخرى يا حاجه وانت حاضر من شو حاجه اخرى انت يا حاجه وعد قدام ربي وعباده اغزي غادي ما تغزيش جمله فهمني تلفي الجره الماكسيموم فهمني وعد قدام ربي وعباده قدام ربي لو كان رجعت الامور من هنا ان شاء الله شهرين ثلاثه شهر اربع شهور اكل الحج والعمره نبعثوك انت عمره الساعه فهمني ولا البيت ربي شهر. فهمني ولا هذا وعد قدام ربي وعباده عندك عمره مولاش من طريق البرنامج فهمني ان شاء الله معرفه طيبه الله هنيوني فهمني ان شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله ربي يبارك فيهم اختي الى اللقاء تسلم الخروج من هنا اخرج اخوي ان شاء الله ربي معاك عايشك عايشك اي سيدي الحلقة متاع الليلة يبدو أنها وفاة ولكن يا سادة يا مادة مش تحشموني مشاهدين قلت لهم مش تدبر لكم الزهاز الزهاز ما فيه شيء للبنية وكذا وكان ثم فريجيدير والتلفزة 32 بوست حتى 52 بوست حتى 72 بوست ما فيها شيء فهمتني فريجيدير ميكرو هوند زادة طول مرة مثلا مش تطيب كيكة ميكرو هوند يرحم والديكم وكل يغسلوا المعون كرابيد هذيك مع بربي ركاذه ركاذه كالالكتريك تو الطفله باش تبدا تركض وحدها على صغر سنها حاجه هاي نمشيو مباشره نركضوا الناس كل فهمني ولا باش نعملوا فاصل ومن بعد نركضوا نمشيو للوضعيه المواليه